مساء الليل. تنسوش اللايك والشير والمتابعة وكل مواقع تلاقوها في صندوق الوصف، وتشتركوا كمان في جروب التليجرام. قصة النهاردة سرد حقيقي ودموي وللكبار فقط، متخلوش حد صغير يشوفها. القصة دي من احدى الدول الافريقية العربية. بشير اتولد في بيئة موبوءة، فتح عينيه على ابوه الدجال وامه كدية الزار، وكان بيحضر حفلات التحضير اللي كانت بتتم بصفة شبه يومية. وما بين حفلات الزار بتاعت امه وطقوس التحضير الخاصة بابوه، نشأ وترعرع في البيئة ديت، وكان مقضي حياته على مزاجه ما بين شرب وعربدة وخروجه بس. ومين ممكن يقول له استقم في الظروف ديت؟ في يوم كان قاعد كعادته بيشرب، لما رجع بذكرياته لورا، لما دايما كان بيساعد ابوه من هو صغير لغاية ما جاء اليوم اللي عمره ما هينساه. كان عنده تقريبا 9 سنين لما ابوه طلب منه انه يطلع معاه الخلوة فوق، وفعلا مشي معاه للجبل فوق في ليلة ضلمة ما فيهاش ضي قمر، وشاف ابوه بيرسم رسومات ودواير ويولع بخور في كل مكان في الكهف اللي دخلوه، وهو كان قاعد صغير ما يعرفش حاجة ولا فاهم بيحصل ايه. كمان شاف ابوه بيجيب طشت كبير، وكان ساحبين معاهم وهم طالعين خروف اسود ذبحه على باب الكهف، ولطخ دمه في كل مكان في الكهف، وقعد يردد تعاويذ مع البخور. وبعد فترة حس بشير بالجو بيسخن، وشاف ابوه اللي واقف جنبه بيركع على ركبه وبيمسك راسه هو كمان يمرمغها في الارض، وحس ان في حاجة اتحطت على دماغه. بطرف عينه لمح رجل، بس ما كانتش رجل بشرية، كان زي حافر الحصان. حاول يتحرك بس ابوه ضغط عليه اكتر لتحت، وسمع ابوه بيقوله او بيقول ده عبدك مكاني يا ستي، هيخدمك ويرعاكي وينفذ كل طلباتك ويكون لك العبد الامين، وعهدي عهده وهياخد العهد بعدي، اقبلي يا مولاتي عبد من عبيدك. وهنا سمع صوت خبط او فرقعه جامده، وابوه قوم بسرعه وبداوا يلموا حاجاتهم، وبص ما لقاش الخروف اللي دخلوا بيه، فسال ابوه عنه، قال له ده عشا الاسياد مش لينا، مالكش دعوه. ومن يومها هو مع ابوه بيشرب السحر والكفر وبياخد تعليم السحر اللي فهمها له ابوه، واللي فهمه ان دي طلبات من الجن المسلم اللي بيساعده في كل دوت. وكبر وعدت الايام وشاف امه بتموت قدام عينيه موتة بشعة غريبة، لما وقع عليها لوح ازاز كبير وهي ماشية معاه في الشارع وبيعدوا تحت عمارة لسه بتتبني، ونزل لوح الازاز عليها زي ما يكون متصوب عليها، قسمها نصين حرفيا وفي سرعة البرق، لدرجة ان جسمها لما اتقسم كان لسه بيتنفض كل جزء لوحده وعينيها مفتوحة. بعدها بكم شهر مات ابوه، اللي دخل بالليل الحمام عليه لقاه مرمي على الارض وباصص برعب في سقف الحمام ميت. هنا بدأ يفوق من اللي كان بيشربه ومن ذكرياته ديت. كانت الحوادث ديت قدلها فترة كبيرة، وكان الفترة دي كلها وقاعد بيصرف من فلوس ابوه وبيفكر هيعمل ايه في الفلوس اللي قربت تخلص، اللي كانت موجودة عنده في البيت ما بيحطوش فلوسهم في بنوك، وهو لا بيشتغل ولا اي حاجة. قعد يفكر جامد، وفي الليلة دي افتكر كلام ابوه ان لازم يكمل الشغل من بعده علشان يقدر يعيش، وانه سايب له كنز كبير في الصندوق الاحمر. طلع جري على اوضة ابوه وقعد يقلب الاوضة فوق تحت على الصندوق الاحمر لغاية فعلا ما لقاه فوق الدولاب ومتغطي ببطانية، وفتحه لقى فيه اوراق كتير وكتب سحر ورق تعويذ، بس لقى ورقة ملفوفة بشريط اخضر لفتت انتباهه ففتحها وبدأ يقرأ. كان خط ابوه سايب له رسالة بيقول له ما كانش فيه وقت يسيب له فلوس اكتر من كده، بس انه ساب له اغلى من الكنوز، وانك هتلاقي في الورق دوت تحضير الملكة غندور بنت النور وكل التفاصيل اللازمة عنها، وانك لازم تلتزم بالكلام المكتوب بالحرف والدقيقة والثانية
عشان تلاقي السعد العظيم. هنا طبعا انبسط وارتاح وقال لنفسه طيب ما انا بعرف اصلا كل فنون السحر اللي اتعلمتها من ابويا، بس خلينا اشوف غندور دي ايه وبتعمل ايه. وكان بيفكر فعلا ان يبدأ في المجال دوت هو كمان. فعلا ألف في الصندوق لغاية ما لقى ورقتين تانيين مربوطين سوا وفتحهم، لقى فيهم صورة مرسومة لواحدة راكبة حصان بالقلم ومكتوب تحتها الملكة غندور بنت النور، وكمل قراية بالكلام اللي تحت: ملكة متوجة بلقب بنت النور نسبة لأبوها الملك النور ملك الجن المسلم، تولدت في ليلة كان القمر فيها مكتمل، فأقسمت أنها ما تظهرش إلا في ضوء القمر، وهي أكتر ملكات الجان حبا للبشر، وأنها تحب أن هم يعرفوا قدرها. وكمل قراية: إنها الغندور بنت النور أقوى ملكات الجان، وأنها بتظهر بعد 3 ليالي، وأنها ملكة من ملكات الجان العلوي، أبوها الملك النور واحد من أقوى ملوك الجن الحاكمين. ويوم ما اتولدت غندور اتولدت في يوم مميز لان القمر كان مكتمل عند ولادتها. هنا تفائل ابوها وقرر ان يطلق عليها اسم غندور، وفرح بها والدها الملك النور، وهي بتعتبر واحدة من اجمل ملكات الجان، وهي قوية جدا وعندها حصان ابيض قوي اهدهولها ابوها وهي صغيرة، وتعيش في مملكة والدها المسلم عبد النور، وده ملك على قبائل من الجان المسلم، بيوصل عددهم تقريبا 600,000 قبيلة، وعنده من الأبناء من أكثر من زوجة من الجان المسلم، لكن أقواهم هي غندور. إنها ورثت قوة أبوها الجثمانية وعلوم أبوها، وغندور ما بتظهرش غير في الليل في ضوء القمر، لكن غندور مختلفة قليلا عن باقي ملوك الجن، انها تحب ان البشر يستدعوها رغم ان ده محرم على ملوك الجان. لكن غندور ليها رأي تاني مختلف تماما، رأي مختلف عن باقي ملوك الجان، وان هي ليها طقوس معينة بتحب انها تشوف البشر بيقوموا بيها عشان يستحضروها، وشرط منهم انها تكون في ليلة اكتمال ضوء القمر. وعلشان تستدعي الغندور لازم تذكر بعض الارقام المعينة عند الاستعانة بيها مع بعض الآيات بطريقة معينة، وان عندها شعور بالغرور فتحب انها تشوف البشر بيتوددوا لها بالهدايا والقرابين. وهو ده سبب خلافها مع ابوها الملك النور اللي دائما بينهاها عن الحضور امام البشر او ان هم يمارسوا الطقوس من اجل انها تيجي امامه، وان هي ما بتأذيش البشر، بالعكس هي بتحب تساعدهم، وانها بتحب بخور من نوع معين اللي هو الكندر، ونوعين تاني كانوا مكتوبين تحتها، وانها دايما بتحب تلبس ثوب ابيض، وان فرسها لونه ابيض، وان عندي نداء عليها باسمها لازم ما تنزلش عينيك من على القمر، لانها بتحب انك تنادي اسمها وانت باصص ناحية القمر بتركيز وبامعان شديد، وان الملكة ديت بعد الطقوس ديت ما بتظهرش الا بعد 3 ليالي كاملة، يعني لازم تقعد 3 ليالي كاملة تستدعيها، لان هي بتحب تسمع اسمها بينادي بيه لمدة 3 ليالي، وان اللي بيناديها لازم ان عينيه تدمع اول ما يشوفها اشتياقا ليها، وانه هو هيشوف حاجات غريبة حوالين القمر. وكانت مكتوب عزيمة معينة كان مكتوبة في الورقة ديت ابوه كاتبها له انك تقولها قدام الغندور، وكاتب جنبها انها بتحب تسمع العزيمة ديت وانها بتقال قدامها بعدد مرات معينة. اما عن الزواج فهي كانت متزوجة من احد ملوك الجن المسلم، لكن بسبب انها لم تنجب رجعت عزباء مرة تانية. وفي النهاية كاتب له ان العهد مع الغندور ليه شروطه، وانك تسيبها ايضا مش بالحاجة السهلة، احذر التعامل معاها قبل ما تكون عارف كل حاجة في الورق اللي انا كتبته لك دوت. وخلص قراءة الصفحة الاولى وكان مبهور وفتح الصفحة التانية، وهنا بدأ يقرأ في الصفحة التانية حاجات تانية: قسم احضار غندور بنت النور، بخور غندور بنت النور، ورد غندور بنت النور. حتى الورق جنبه وقعد يفكر هيعمل ايه.
هل هيكمل مسيرة أبوه وأمه ولا لأ؟ بس في الحقيقة ما خدش وقت كتير في التفكير لما قرر إنه لازم يكمل وإن علمه تمنه فلوس، هو ما يعرفش حاجة غير العلوم ديت بس وخلاص. بص في تليفونه لقى نفسه قدامه 4 أيام على اكتمال القمر، يعني هيبتدي شغل يوم 13 و14 و15 الشهر العربي زي ما أبوه بيوصيه. تاني يوم الصبح نزل اشترى كل الحاجات المذكورة في الورق وبدأ يجهز كل حاجة، ونزل كمان عين المكان اللي هيقعد فيه ال3 ليالي ديت واطمن انه امان، واختار نفس الكهف اللي ابوه خده ليه وهو صغير لانه امان، اللي كان ابوه بيختلي فيه على فترات طول ما هو عايش. وجه اليوم الموعود وخد حاجاته بعد حلول الليل وطلع الكهف دوت، وبدأ يراجع الورق وبدأ يرسم الرموز بالطباشير على جدران وأرضية الكهف كلها، وحط المصحف على الأرض زي ما اتكتب، وقعد قدام باب الكهف ظهره للكهف باصص للسماء وشه للقمر بعد نص الليل وهو عريان وباصص للقمر بعينين الاتنين، وبدأ يقرأ العزيمة 314 مرة، ولع البخور اللي هو كندر وتفاح الجن والسندوريس جوه، وبدأ يسترجع كل شيء أراه وهو قاعد كده، ويقول في نفسه أول حاجة احذر إنك تحول نظرك عن القمر طول قراءة العزيمة، ما تفكرش في أي حاجة إلا حضور الملكة غندور، وإنك تكرر الصيغة ديت والعملية دي 3 ليال 13 و14 و15، وإنك هتشوف حاجات غريبة ناحية القمر وتحس بحركات، فما تخافش وما ترتجفش أبدا، فدي علامات الإجابة، وإذا ما لقيتش حاجة من العلامات دي فاعرف إنك خلفت شيئا من الشروط أو شرطا من الشروط، فلازم تعيد الكرة مرة تانية الشهر اللي بعديه، وإنك إذا أتممت العمل دوت هتجيلك الملكة بعد 3 ليالي زي القمر أو البدر الكامل، فخليك واقف واقرأ العزيمة كذا قدامها 11 مرة واطلب منها إنها تعهدك على الاستخدام، فهتمدي لك إيدها ودي علامة الرضا، فاشكرها، وإذا أردت أي حاجة من خير أو شر اقرأ العزيمة 7 مرات مع البخور فإنها تجيلك مباشرة، فاطلب منها أي شيء أنت عايزه. أما العزيمة بتاعتها فهي حضور حضور أيتها الملكة غندور، وشم البخور يا بدر البدور بحق النار والنور وقضايا الأمور، وبحق شمشاع شمشاع زر غمياش، والعزيمة طويلة وتكملها للآخر، وإنه لازم يقول بعدها احضري أيتها الملكة غندور إلى هذا المكان عشان أشوفك بعناية وأسمعك بوداني وتديني العهد بالطاعة في قضاء حوائجي خيرها وشرها. بارك الله فيك وفي أبيك، الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة. وبعد كده لازم يقرأ الأسماء ديت 1000 مرة وهي بيقول فيها توكلي يا خدام هذه الأسماء بحضور الملكة غندور لقضاء حاجتي وهي كذا وكذا وكذا، والبخور لبن ذكر وكزبرة والتوكيل كل 100، ويقرأ بعدها يا أرديوش ويقرأ أسماء تانية لمدة 50 اسم لكل واحد فيها، وفعلا كل ده كان في دماغه قاعد باصص للقمر بيكرر الكلام ده 3 أيام من نص الليل لغاية الفجر بيعمل الطقس ده. في اليوم الثالث ما كانش ظهر له حاجة، قبل الفجر بنص ساعة فيش حاجة ظهرت او جت، فرجع الكهف جوه يراجع الورق هو غلط في ايه او ناس ايه، كان متأكد ان عمل كل حاجة بالظبط، قاعد يقرأ الورق كويس قوي تاني لما حس بحاجة وراه، انا بص بسرعة لباب الكهف شاف واحدة ست بعباية بيضة واقفة سد باب الكهف مبتسمة، قلبه تهز وقف بسرعة لما لقاها في ثانية قدامه بتمدله كفها، فردد العزيمة بسرعة في وشها بالتكرار المطلوب ونزل يبوس الكف، هنا دست على راسه للأرض فنزل لتحت على رجلها اللي كانت على هيئة حافر حيوان، هنا افتكر المنظر اللي شافه من 25 سنة وقعد يردد القسم تحت رجلها، لما لقاها بترجع لورا رفع راسه شافها مبتسمة وبتشاور له على المصحف اللي على الارض، ما فهمش يعمل ايه، في الثانية لقى الجنب الشمال في المغارة ولعت فيه النار ففهم، خد المصحف وقطعه
ورماه في النار. فابتسمت وتكلمت بصوت أجهش: أبوك كان خادم مطيع، وأنا قبلت عهدك مكان أبوك، هيتوكل لك ثلاثة في خدمتك، عليك السمع والطاعة وعلي الإجابة. وراحت وهي بترميله خاتم عليه رسمة مسدسة وانصرفت. خد الخاتم يبص عليه ولبسه ولما حكته، ومع أول نور للصبح نزل بيته وابتدى عهد الشيطان. روح نام على طول، وأول من صحي بدأ يفكر هيعمل إيه؟ طب هسيب البلد ولا أكمل فيها؟ بس قرر يكمل، وخصوصا إن أبوه وأمه سمعتهم مسمعة في البلد، وإن هم ناس بركة. وفعلا بدأ يدور على القهاوي وهو متخذ شكل درويش بجلابية والسبحة، وبدأ ينشر بين الناس إنه ورث الجن المسلم اللي كان مع أبوه وأمه، وإنه هيكمل المشوار وراهم. وطلع على مركز المدينة دي، خد شقة وقعد فيها، وبدأ ينشر الكلام ده كمان في المكان دوت، وبدأ يجهز البيت لاستقبال ضحاياه. وبعد فترة طرق الباب، كان أول ضحاياه واحد عايز يتجوز واحدة بنت، بس المشكلة إنها مخطوبة مش عايزاه، وكان عايز الشيخ يشوف له حل، واداله مبلغ محترم، واداله الاسماء اللي طلبها كلها، وطبعا وعده خير. بعد ما مشي بدا يستدعي خدمه اللي طلبوا منه يجيب رغيف عيش كبير ويكتب عليه باللبن اسم البنت واسم امها واسم خطيبها واسم امه. بعد ما يكتب الكلام ده على الرغيف لازم يبيته 3 ايام في مكان دلوه عليه. وفعلا راح لقى أرض مليانة زبالة وجثث حيوانات عفنة، دفن الرغيف هناك 3 أيام وطلعه قسمه نصين، أكل نص لكلب لقاه في الشارع والنص التاني دفنه في الأرض. واتصل بصاحب الطلب بلغه إن أمره انتهى. فعلا بعد أسبوع جاله وجاب له بقية المبلغ، وهو سعيد إن البنت فسخت خطوبتها ووافقت عليه، وبدأ صيته يعلى في البلد. وبعد فترة جات له واحدة ست كبيرة كان باين انها غنية من اهل المدينة ديت، وبتشتكي ان جوزها اتجوز عليها زوجة تانية، وانها بتموت من القهر وعايزة تأذيها باي طريقة. فطلب منها اسمها واسم امها وحاجة من اثرها. فعلا راحت الست واقنعت بنتها الكبيرة انها تزور ضرتها في البيت، بحجة انها بتتعرف عليها وعلى مرات ابوها وتاخد اي حاجة تلاقيها منها. وفعلا راحت البنت وهي ما تعرفش فيه ايه، وقدرت تاخد طرحة من الدرة ديت اللي اديتها لامها اللي خدتها وراحت بيها مباشرة للشيخ البركة مع مبلغ كبير، وبدأ الشغل مع الخدم وجاب طلباتهم. ارنبين كبار يندبحوا باسم الملكة غندور، ويتاخدوا الاتنين دول يترموا بين التراب، وبدم الارانب ديت مع زعفران يكتب الطلاسم واسم الضرة واسم امها على جزء من الطرحة اللي خدها، مع ورد من القرآن المعكوس لآيات محددة، وتحرق بعد كده. بعد كده ياخد الرماد يخلط بدم الارنب في ازازة مع مية، يتبيت يومين في الحمام ويطلصم بطلصم معين، بعد كده يترش قدام بيت الضرة. وحصل، وخدت المية ورشتها وديته مبلغ كبير. بعد شهر جات له بتحكي له مضرتها حصل لها نزيف شديد، استمر معاه اسبوعين، وان حالتها بدأت تسوء بسبب النزيف، وكان جوزها بيقول لها انها اذا قامت تصلي بتصرخ في الحمام، بتصرخ وهي نايمة بتصرخ، وبيغمى عليها كمان اذا جت تقوم الليل عشان تصلي او اي حاجة. وان هي كانت بتقول يمكن من النزيف، وعملت نفسها متألمة علشان ضرتها حبيبتها، وان ضرتها ساءت حالتها النفسية والصحية، وخصوصا لما قرر الاطباء استئصال الرحم بسبب اورام سرطانية ظهرت فيه فجأة، لكن رفضت العملية لانها كانت شافت في الرؤية ان في كلب اسود بينهش رحمها، ودي رؤية السحر، وانها ماتت من يومين وكانت مبسوطة، وديته مبلغ زيادة. استمر بكفره اكتر واكتر، مهموش الروح اللي قضى عليها، كترت الفلوس معاه اكتر واكتر وبقى غني. وكان دايما الخميس الاخير من كل شهر يبتدي يحضر غندور ديت ويمارس معاها كل انواع الكفر،
إرضاء ليها. بعد فترة جات له واحدة ست تانية كانت غنية قوي وعندها مشكلة مع شركتها اللي زي ما بتقول بتنصب عليها، وان الشركة دي ما عندهاش غير ولد واحد وجوزها ميت، فعايزة تعمل لها عمل في ابنها الوحيد تأديبا ليها، وديته مبلغ ضخم وصورة الولد والاسماء، واكدت عليه ان لازم العمل يكون قوي وهتديله اضعاف المبلغ ده لو اشتغل، وبدأ الشغل عليها باستخدام خدمه اللي طلبه منه كف ايد ميت جديد وصابونة غسل ميت وماء غسل للميت. طبعا هو كان كون شبكة من الاعوان في كل مكان، بس كانت المشكلة كف الميت الحديث، هو لو قديم مش مشكلة بس استنى، وربط ما بين المية والصابونة وكف الميت ان ده كله هيجي من واحد بس. وفعلا بعد كام يوم كلموا المغيسل شريكه وبلغوا ان لسه مغسل واحد جاله في حادثة، وانه احتفظ بماء الغسل والصابونة، وان الميت ده ملوش اهله هيدفن في مقابر الصدقة رقم كذا. فعلا راح وخدهم تجل المقبرة بالليل لقبر الشخص المتوفي ده المدفون في مقابر الصدقة اللي عادة ملهاش حراسة. فتح القبر ونزل شق الكفن، طلع الجثة، قطع كف اليد وساب الجثة ورجع للبيت، وبدأ يغسل الايد بالمية الغسل ديت والصابونة، ويكتب على الكف اسم الولد وامه، وصورته ثبتها في نص الكف بدبوس بعد ما طلصمها، وتحتها كاتب ايات من الكتاب الحكيم باحرف مفرقه معكوسه سحريه، وساب الكف لمده اسبوع ملفوفه في ورق جرايد في الحمام. بعد ما طلعها بدا يغرس فيها دبابيسه وعقده، وكلم الست قال لها تعالي خدي العمل ده ادفنيه بنفسك، فخافت وقالت لا ادفنه انت، وفعلا خد العمل واتجه للتراب وحفر ودفن العمل الشيطاني. بعد 15 يوم جات له الست بتضحك وديته مبلغ كبير وقالت له ان العمل اشتغل فعلا، الولد جاله نزيف وقعد 4 ايام يرجع دم ومحدش عارف ماله، ولا اطباء فاهمين في ايه ولا اي حد، الى ان مات. شركتها جات لها صدمة عصبية وقعدت في البيت بعد ما مات، كانت حالتها صعبة جدا، بس بعد 3 ايام خدت ادوية مخدرة وانتحرت وماتت، وبكده الشركة ليها وبس. وكانت سعيدة قوي فطلب منها كمان زيادة في المبلغ وديتهوله وهي مبسوطة. سنين في الكفر والفساد، وكانتش تجوز، كان بيصطاد ضحايا من الستات اللي كانوا بيجيلوا لإشباع لرغباته، لأن عارفين إن ممارسة الجنس مع واحد زي ده ممكن الأسياد يرضوا عليهم. وفي مرة جالوا 2 رجالة كان عندهم طلب غريب وعجيب وصعب، كانوا عايزين يعملوا السحر لعيلة كاملة، عيلة عمهم اللي على كلامهم أخذ ميراثهم كله بعد أبوهم ما مات وما ساب لهمش حاجة، وإن هم الورثة الوحيدين ليهم، وإن عمهم عنده ملايين، وإنهم سمعوا عنه وعن بركاته بس عايزين حاجة تخلصهم من عمه وبناته الاتنين ومرات عمه وإخواتهم، واتفقوا يدوله مبلغ ضخم جدا بعد ما يخلص، وادوله على البون مقدم طبعا بالملايين. وسأل عن العيلة ديت فعلا في المدينة دي، عرف انهم فعلا اغنية جدا فوافق فورا، وطلب منهم يجيبوله الاسماء كاملة واي حاجة يقدروا عليها من اثر كل واحد في العيلة ديت. بعد اسبوع جابوله الاسماء والصور متفرقة للعيلة، وطرحة للام، ومنديل بتاع الاب، وشرابات للشباب، وبندانة للبنت الأولى، وإشارب للبنت التانية، وبدأ الشغل بتاعه بالتحضير. وكانوا واخدين الحاجات ديت من سرقة غسيل ليهم، بدأ يحضر. وكانت طلباتهم كالآتي: لوحة كتف العجل تنقش عليها الأسماء والطلاسم ديت، وتبيتها في معدة خروف ذبحة باسمنا احنا، تخيط المعدة وتلف المعدة دي بلية الخروف الدهنية المحشية بحاجات العيلة دي، كل واحد صورته وأثره متلصم عليها، ويتلف بعد كده بخيوط، تتخيط اللية دي كلها عليها، وتتكتب على اللية الآيات والطلاسم المطلوبة، تدفن في الخرابة إياها. وحصل، وبدأ ذوبان اللية من الحر، وكل ما تدوب اللية تبدأ الأعراض.
كان بيتابعهم من بعيد الدجال، مستني تتحقق الأعمال ويسمع عنهم علشان يقبض، وكانت توصل له أخبار العيلة الكبيرة ديت. فعلا بعد كام أسبوع توفت بنت منهم ذبحة صدرية مفاجأة. بعدها بشهر اتوفى الأب اللي وقع من بلكونة الفيلا بدون سبب، وبعده بثلاث أسابيع انقهرت الأم وماتت حزنا عليهم. بعدها بشهرين البنت والشابين مسكوا في بعض بسبب الفلوس والميراث، فالشباب هجوا على بعض وقتلوا بعض في الصالة. فضلت بنت واحدة اللي كانت هتتجنن من كل الأحداث دي اللي حصلت خلال شهور بسيطة. هنا نصحوها بعض الأصدقاء والأقارب إنها لازم تروح للشيخ البركة، وفعلا راحت له، وطبعا عرفها ما هو شايف صورتها وعمل لها العمل دوت، وكان مبسوط إن الشغل وسره باتع وإن عمله بتنجح. ما كانش همه إنه دمر عيلة كاملة أو أضع حياة ناس، كان قاعد مبتسم وهو بيسمع منها المعاناة، وعرض عليه مبلغ كبير علشان يكشف لها ويعرف في إيه عندها. طبعا هو عارف وفاهم هو اللي عامل العمل، بس لازم يقنعها ببركته. فبدأ يسأل الأسئلة التقليدية بتاعت النصابين، إن كان في خلافات بينها أو بينهم بين أي حد من أهلها. فنفت البنت الكلام ده كله وقالت إن طول عمرها عيلتها سيرتها كويسة. فبدأ يستدرجها بالكلام، إن كان أبوها على خلاف مع حد أو أكل مال حد أو ورث أو تجارة، فنفت تماما وقالت إن أبوها أصلا وحيد، وإن إخوالها عايشين كمان في فرنسا من سنين وما لهمش حد هنا. في اللحظة دي اتصدم الدجال وقال في باله، امال مين اللي جولي وادوني مبلغ وعدوني باقي الفلوس؟ وقالوا ان دول سرقوهم. كان عمال يكلم نفسه وطبعا مصرحش البنت اللي كانت قاعدة قدامه هي وصديقتها. فسألها مباشرة من باب انه يبين لها انه عالم بالغيب، امال فلان وفلان ولاد عمكم اللي اكلتم ورثهم ايه حكايتهم دول؟ هنا صدمت البنت من كلامه وقالت له، تعرفت الاسماء دي منين؟ ضحك وقال لها انه بيعرف كل حاجة حتى الغيب، والافضل تكذبش عليه. هنا البنت قالت له، انا ما كذبتش فعلا، ما لناش ولاد عم، والاسماء دي مش ولاد عمي، دول اتنين اخوات خطبوني انا واختي المرحومة، بس بعد كده عرفنا ان هم نصابين ورد سجون، ففسخنا الخطوبة وابويا طردهم، لكن مش ولاد عمنا ولا حاجة. انصدم الشيخ البركة وقال في نفسه، اتنصب عليا، يعني انا اشتغلت لهم ببلاش. كانش همه في العيلة اللي اتدمرت دي او هو دمرها، كان متضايق على بقية اجرته اللي كان مستنيها. ووعد البنت خير وان هيكشف عليها ويعرف ايه الموضوع، ومشيت البنت. هنا رفع التلفون اتصل بواحد منهم وبدأ يزعق فيه ان هم نصابين وان الاسياد قالوا له كل حاجة وان هم لازم يجيبوا بقية المبلغ او هيئذيهم. هنا رد عليه التاني باستهزاء قال له، نصابين ولا مش نصابين كلنا واحد، واحنا معناش فلوس، كفاية عليك اللي انت خدته في البداية، وان احنا اصلا نسينا الموضوع انا واخويا، وان احنا دلوقتي بنشوف ناس تانية، احسن ما تتصلش بينا. وقفل في وشه السكة وانفجر بركان الغضب، وبدأ تحضير غندورة وطلب منها التدخل للانتقام، بس اتفاجئ بردها، قالت له ان هي ما بتتدخلش في حاجة زي كده، وان مفيش اي حاجة من اثارهم اصلا، والحاجات ديت المفروض ان هي ملهاش علاقة فيها لان دي حاجات بسيطة. اتعصب وبدأ يهدد، وبدأ يفكرها بالعهود اللي بينها وبينه ويهددها انه قادر على اذيتها. نسي نفسه لما انفجرت فيه وفهمته انه كلب ابن كلب بيتابع عهد ابوه بس مش اكتر، وان اللي فيه ده من خيرها وبس، وان لو اتكلم او اتصرف كده تاني هيكون جزاؤه مرير. وانصرفت بعد ما البيت كان بدأ يتحرق فيه، لحق يهرب بسرعة من البيت قبل ما يتحول في دقايق لكوم رماد، والبيت كان فيه كل الفلوس اللي كسبها خلال السنين اللي فاتت، بيخاف يحط فلوسه في البنك برضه. بعد اسبوع كان اجر مكان وكان قاعد يفكر هيعمل ايه، خسر فلوسه وعلاقاته توترت مع عالم الجن، وعرف انه لازم يراضي الاسياد في الاول، وفعلا راح جاب عجل وذبحه باسمهم وقدمه لغندور لكسب رضاها تاني، وفكر ان لازم يرجع يكسب تاني. فاتصل بالبنت وقال لها ان عرف انه معمل لهم عمل
موت ويقدر يفكه، بس هيكلف كتير ولازم بسرعة قبل ما تموت هي كمان. طبعا البنت ورثة وعايزة اي حاجة تريحها، فوافقت وجابت له المبلغ، فدلها على مكان العمل اللي في الخرابة وقال لها روحي هاتي انتي وهاتهولي هنا، وراحت وجابته. بدأ يفك قدامها قدام صاحبتها وهما مصدومين، وهو عمال يتحاسبن على اللي عمل العمل. وبعد ما خلص قال لها خلاص كده الامر انتهى، ومشيت وهي سعيدة. بس نار الحقد مالية قلبه، كان عايز يقبض من الناحيتين، غير انه خسر فلوس اكتر بكتير في الحريقة اللي كان حاطط في دماغه ان الشباب دول السبب فيها، لان بسببهم اتعصب وغلط في الاسياد، وان كده هيضطر يشتغل فترة كبيرة علشان يعوض اللي خسره وكمل في كفره. بعد حوالي تقريبا 4 شهور كان نازل السوق بيشتري حاجات، وهناك قابل واحد من النصابين دول بالصدفة، فمسك فيه وبدأ يوجه له اللوم على ان اللي عملوه دوت ما يصحش. ورد النصاب قال له ان دي شغلتك وانت خدت فلوس وخلاص على قد اللي اشتغلت، ومعناش ندفع اكتر من احنا نسينا الموضوع. وبدأ يهدده الشيخ المبارك انه هيسلط الجن عليه وتطور الامر لعراك في نص الشارع. كان النصاب اقوى منه واضخم وقدر يوقعه على الارض، والناس اتلمت وبدأت تحوش بينه. وفي لحظة غدر طلع الشيخ المبارك مسدسه وضربه 5 طلقات وهرب. الغضب والانتقام عماه وهرب بسرعة لبيته، وبدأ يجهز نفسه كمان يسافر من المدينة دي عن طريق مركب لأي دولة أوروبية قريبة ويهرب ويكمل شغل هناك. بس طبعا هو كان معروف في المكان دوت ده، بالإضافة أن الكاميرات كمان مصوراه. في خلال 24 ساعة كانت الشرطة عنده محوطة واتقبض عليه، وبدأ في الشرطة تحقيق معاه، وبدأ يكذب ويقول أن ده خلاف شخصي اتطور لخناقه، حصل اللي حصل، انا ما كنتش حاطط في دماغي ان انا اقتله، والسلاح مش مرخص. بس هنا اتفاجئ بحاجه، الشرطه فتشت بيته وواجهته بكتب السحر وادواته، وان لقيهم عنده بقايا بشريه وصور لضحايا كتير كمان، وكان عليها اسماء وطلاسم واثر وملابس وحاجات كتير لضحايا اشتغل لهم او بيشتغل لهم لسه، بالاضافه ان اخو المقتول اللي اعترف بعلاقتهم بيه وسبب الخلاف وكبرت القضية، وبدأت تسحب ناس كتير في سكتها، المغاسل، تربي النصاب، ممرض في المستشفى، سواق عربية النقل كان بينقل الجثث كمان. وأصبحت قضية رأي عام وبدأ يعترف بكل شيء. طبعا قانون لا يعرف جن ولا غيره، وتكيفت القضية لمشاجرة وحمل سلاح بغير ترخيص، وتكيفت له وخد أشغال شقة 25 سنة، والباقيين خدوا احكام مختلفة. في السجن كان بدأ يحكي للسجان حكايته، اللي كان راجل كبير طاعن في السن، الكل كان بيحبه لأدبه لأنه هادي، طلب منه السجان يتوب لربنا اكتر من مرة يمكن يغفر له، بس رفض، وكان دايما بيقول له الغندور هتطلعني، هي وعدتني بكده، ودول بينفذوا وعدهم ما بيخلفوهوش، بس هي بترتب الامور. كان المساجين بيخافوا منه بسبب انه بيشوفوه بيكلم حاجات واشياء بالليل هما مش شايفينها، بالاضافة للحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل، اطباق بتطير، سراير بتتكسر، كوبايات بتتحرك من مكانها. وبدأ السجن ياخد فكرة ان ده راجل مبروك، وفعلا عمل سيطرة داخل السجن. كانت عدة سنة من السجن وهو واخد سيطرته على العنابر كلها، لما في يوم اتواجه مع رشيد تاجر ممنوعات مسجون في عنبر تاني، وفارض سيطرته على العنبر ده، خصوصا انه محكوم عليه بالاعدام في قضايا قتل كتير ومخدرات، فمش فارقه معاه، وحصل تراشق ما بينهم بسبب مين يفرض سيطرته. هنا قال له بشير مش محتاجة تفرض سيطرتك، انت يومين وميت وانا الموجود، نصفي الامور بالحسنى احسن لك بدل ما اخلي الاسياد يأذوك. بس فعلا رشيد ما كانش عنده حاجة يخسرها، وفي لحظة طلع من جيبه المعلقة اللي كان سننها على شكل سكينة وضربه في رقبته، اللي خد الضربة وهو بيفتح عينيه بذهول وسط صمت السجناء، وانفجار نافورة دم من رقبته، تحرك خطوتين للأمام ووقع الشيخ ميت على الأرض. كده عاش كافر ومات كافر. لغاية هنا انتهت
الحلقة. طبعا لا وجود لشيء اسمه الغندور، دي ملكة مزيفة ذكر اسمها في أكثر من كتاب من ضمن كتاب شمس المعارف، ملكة غير موجودة بالمرة. أنا حبيت أديكم القصة الحقيقية ديت لعل أحد فيكم يتعظ إن شاء الله. أتمنى أنها عجبتكم، شوف رأيكم في التعليقات تحت، وتنسوش اللايك والشير والاشتراك في جروب التليجرام وبقية القنوات. شكرا لكم، مع السلامة.